سألته كيف حالك؟ رد عليها مبتسما: أنا بخير. ثم سألته ماذا تفعل؟ رد عليها: لا أفعل شيئا. وبعدها بلحظة أرادت الانصراف. أمسكها قائلا: إلى أين تذهبين؟ أجابته: أريد الذهاب لأخبر الجميع أنك بخير. نعم، سأخبر الجميع على أنك بخير. أنت فعلا بخير. انتظري، أنا لست بخير، أنا ممل للغاية. ألو، السلام عليكم. توا على أوشن؟ هو أنا معك مخرج زكريا الشويرف. راك تقبلتي في كاستينغ ديال فيلم تذكرة النجاة، يوم مع الثلاثة إن شاء الله تكون عندنا في قنيطرة. مع الثلاثة؟ نهارك مبروك سيدي، مع الثلاثة إن شاء الله. شكرا شكرا. Un peu de silence, s'il vous plaît. Tu changes un peu le thème, tu changes un peu le thème. Ça va très très bien, d'accord. Le son, ça va? Ça va. Très très bien. Bien. J'aime pas beaucoup l'éclairage, tu changes avec l'autre. D'accord, très très bien. D'accord. Direction d'acteur, s'il vous plaît. Très très bien. Sur place, moteur demandé. Saturne l'image. Saturne le son. Clap. 1 sur 1 premier. Baron Fouba. Naya. تبارك الله على الفنان ديالنا. قالوا لي راك تقبلتي. راه تقبلت، شكرا. ايوا مباركم سعود، بالتوفيق ان شاء الله. تمنيت كون كنا تقبلنا بجوج، دوزنا الكاستينغ بجوج، وبصراحه كان خصهم يعيطوا لنا بجوج. ايوا عليها قلتيها لي ولا خايف تخلص المناظره؟ غير المشاغل وصافي. عاد كيف قطعت الورقه والتراي عندي مع 10 اقسم. اما بالنسبه للمناظره تسهل حتى جوج. غارسون، اش غادير؟ انا غنجيب لك المناظره. انا غادي بحالي، كلشي راه خالص. Thank you.
قبلك ما مشيت. عرفتي انت ما تفرقش، صعيب عليك الرجوع، درت فيك الثقه، الورقه ديال الدراهم كانت عندي في الجورنال اللي كنقرا. شنو هاد التخربيق اصاح؟ عرفتي انت غير شماته، انت هو الشماته وانت هو المريض. حياتك كامله غتبقى هكا، ما عمرك غادي تتبدل. واش حسابك غير اجي وكون فنان؟ الفن راه صعيب عليك، غتبقى حياتك كامله هكا. لماذا أعيش هكذا؟ ولماذا الحياة هكذا؟ وهل سأبقى هكذا؟ لم أعد أتحمل هذا الفشل الرهيب والحلم المستحيل. تبا لكم. صافي دابا غادي نمشي. خاصني نمشي. اصلا محتاج نمشي الا بغيتي نعيش حياتنا مزيان. دراهم الصباح ما يعرف. الو خويا سيمو، اسمح لي بزاف، حسابي تديتي الورقة ولكن اسمح لي. صافي ماشي مشكل، راك في الدار دابا؟ انا في الدار. شعل التلفازة ودير الاخبار. كيفاش؟ اليوم إذن عن هذا الحادث الذي وقع صباح اليوم بين منطقتي سيدي الطيبي وبقناد النواحي سلا والقنيطرة. قطار انحرف عن سكته مخلفا 6 قتلى و86 جريحا. وكما أسلفنا في العناوين لا تفاصيل حتى الآن عن أسباب هذا الحادث الخطير. وعلى إثر هذا الحادث المفجع أصدر جلالة الملك محمد السادس تعليماته لكل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء اللذين انتقلا إلى عين المكان قصد نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم بالمستشفى العسكري بالرباط. يمكنش.
نجات الو كتسمعيني؟